عطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفين وكلنا في طابور، كله في أعانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكة من مش غلطان، وذنوبنا أشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. يا ابن اللعيبة، تلفتها كده ازاي؟ احنا لا بنلف ولا بندور يا عم غازي، احنا بنلقط طرف الخيط من العالم الاغبياء ونسيب لهم الحبل على الغارب، هم يقعدوا يلعبوا بيه لغايه ما يلفوه حوالين رقبتهم ويشنقوا نفسهم. ده انت كنت قاطر بقى الراجل اللي اسمه ربيع. طبعا الراجل ده كان فاكر انه اشتراني ما كملتوش بتوعه، وكمان كان فاكر نفسه الراجل الورم الجدع اللي خطف مني الموزه، سبته يلعب براحته لغايه ما ظبطت على الشعره وهوب ورحت ملبس كل في بعضه. انت هتخاف منك؟ مع اللي يلعب ضدي بس، لما اللي يلعب معايا. بس بصراحه بقى في دي بالذات شابوه، ولسه ما شفتش حاجه. اللي ورا والمفاجآت ياما، اصل محسوبا بيموت في المفاجآت. ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ في
في بلاغ من السكان بيقول ان الشقه دي مشبوهه. طب ممكن يا فندم تغير هدومها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ كفايه فضايح. استرها يا رب علينا، استرها يا كريم. صدتيني واقفة كده ليه؟ بيتك خضتيني. معلش معلش انا اسفه. اسفه ايه ونيله ايه؟ انا هتجنن. بس يعني شايفاكي كده كفالة الشر واقفه رايحه جايه مش على بعضك يعني. هتجنن هتجنن يا هنادي. لا ما هو باين. بت انت هتسكتي ولا اقطعلك لسانك؟ خلاص خلاص اديني اتخرست اهو. بس هو في ايه يا ستي؟ البت سما ملهاش اي اثر وعمر ما بيردش على التليفون خالص. يوه وانت لسه جايه تاخدي بالك دلوقتي يا ست؟ ده الست سما بقالها ياما بتيجي متاخر وانت ولا حد على باله. يا نهارك اسود مخبيه عليا. بتقولي ايه؟ سما بتيجي متاخر؟ خلاص يا ستي يعني هي كلمه الحق. اصبري عليا. الو ايوه يا عمر انتوا فين؟ فين فين؟ ايه بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا نهار اسود طب انتوا فين دلوقتي؟ في القسم. يا لهوي اه يا نار يا خالد القسم ده خلاص يا باريز قلبك ابيض وهي قلبها اصلا زي عملتها بنتي. بس بقى مش كده ازاي يعني؟ اصل انا ما فورش دمي الا اللي يكون قش وملح ببقى عايزه كده امرش بايدي وانا كده مسنيني. خلاص يا بنتي كل حي بياخد نصيبه. اقصى الفساتين اللي بتلام عيون النسوان والبراطيل اللي بتداري وسخس البشر. خلاص بس خلاص ملخت ايديا. تعملي كده لصاحبتك؟ تفو خلاص حرام عليكي. كفايه بقى يا غزال مش كده. كفايه كفايه اللي انا شفته من مصايب وفضايح. اه يا حبه عيني انت برضك اللي شفتيها مش شويه. انا كان قلبي دليلي. ايوه انا كنت عارف ان الحكايه فيها ان قلبي دليلي. عملي فيها لاله مراد ما تلم الدور يا اخويا وتروح تنور قريبك. ايوه صح انت صح. عمر لازم يعرف. لا ارجوك يا عم حافظ مش عاوزه الموضوع ده يتفتح تاني ولا عايزه عمر يعرف. ايوه صح عمر مش لازم يعرف. ازاي يعني؟ لا ده لازم ينفتح وينفتح وينفتح والبنت دي دماغها تنفتح وتقرا قصاد عينه. يا ستي ارحميني بقى ده انا جاي لحد عندكم عايز اقتلكم من تاني. عمر لازم يعرف يا لمار حتى لو مالكوش نصيب مع بعض. صح يا شيخ عرفان انا هتصل بعمر دلوقتي اخليه يجي ونفهمه الموضوع. بالبنت ترزعين اهو لحد ما الدكتور يجي. يا جماعه مش كده انا لا عايزه عمر يجي ولا عايزاه يعرف اي حاجه. احنا خلاص كل واحد راح لحاله. طالما هو صدق الكلام ده عني يبقى صعب ان احنا نلتقي تاني. صح. ليش بتقولي كده يا لمار؟ عمر معذور وانت مظلومه يا بنتي. وبعدين اللي عمله عمر ده علشان بيغير عليك؟ ما هو كمان كان عنده حق. مفيش راجل بتجري في عروق ونقطه دم يقبل بكده. ايوه صح انت صح. من فضلك ده قرار النهائي. لانك عمر بص ايه في البتاع اللي بيغني ده اقفله. ده الانجليزي اللي انت بتحبه بص والمطرب اللي انت بتحبه. ايه كرهت الانجليزي اول الدرجه دي؟ كرهت الدنيا كلها. كل واحد عايز يفضل عايش لوحده مش عايز حد معاه. ملعون ابو الدنيا كلها يا فلان. ملعون ابو الدنيا. حاضر ابص هقفلهولك. حاضر وهشيله كمان اهو. ايه هون على نفسك شويه. في ايه مالك؟ كلاب اتلمت واتفقت على الدبيحه. كلاب ايه وذبيحه ايه؟ يا بص دول 10 ازايز. ده احنا كنا بنشرب بالصندوقين ونكلم الشركه تجيب لنا عربيه نص نقل. انت ايه بقيت مهوقه كده ليه؟ عايزيني اقتل باريزا. ايه؟ تقتل باريزا؟ ليه؟ مش قلت لك الكلاب اتلمت على الدبيحه وعايزين يقتلوها؟ طب وانت ناوي على ايه؟ شوفها بس. شوفها تلم عليها وقتلها. انا اخلص عليها بايديا الاثنين دول. ياما قلت لها قدامك يا فلان. حصل. قلت لها ما تخرجيش عن طوعي وخرجت. دي اخرتها بريد. بقول لك يا بص ما تفكك من ام الحوار ده بقى وتعال نشوف لقمة عيشنا. الحب اللي زينا يا صاحبي ده بالة. وانا عايز اقول لك حاجه بقى من زمان بس خايفك تزعل مني.
باريزا فكت منك من زمان قوي يا بوس. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ باريزا تيجي عندي وتخاف من ضهري يالا؟ ده انا اللي عملها يا فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ تروحي مني فين يا باريزا؟ انا مش فاهم حضرتك احنا قاعدين بنعمل ايه تاني؟ ورقة الجواز وشفتها والشقة اتأكدت انها مش مشبوهة، في ايه تاني؟ هدي اعصابك يا دكتور، دي اجراءات. اجراءات ايه؟ جوزي ما ماتش موتة طبيعية، أنا متأكدة إن البت دي حد زقها علشان تبوته. بت إيه يا ست أنت؟ أنا والمصحف أبداً، ده هي اللي جوزها طفش منها من كتر قرفها وزنها. من فضلك يا حضرة الضابط، أنا عارفة جوزي كويس، لا يمكن يعرف الأشكال دي. كلمة زيادة وهتندمي على اللي بتقوليه ده. جرى إيه يا دكتور؟ إيه هتهددها قدامي؟ أنت مش سامع كلامها المستفز؟ قدر ظروفها، أنت راجل مثقف وفاهم. لو سمحت يا حضرة الضابط، أنا سايبة بنتي منهارة وتعبانة ولازم أطمن عليها. خلصني من فضلك. خلصت من ايه؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ لازم نشرح الجثه نشوف سبب الوفاه. ونكش ونبعد عن كل حاجة. صفا انت لازم تاكلي، ما ينفعش بعد ما تقدمنا كل ده ترجعينا من الأول تاني. حاولي معاها، حاولي تأكليها. حاضر. أعمل لك سندويتش؟ ها؟ بلاش. أقشر لك برتقانة؟ أقشر لك، ها؟ ألو، هكون فين يعني؟ في الشغل. يا لهوي يا لهوي عليك. طب يلا اقفل بقى. لو سمحتوا حضرتك تحبي تقولي ايه في موقف زي ده؟ انا دم جوزي مش هيروح هدر، والحكايه كلها لعبه سياسه رخيصه، والبنت دي حد زقها عليه، وانا متاكده الطب الشرعي هيقول كلامي. هو كان متجوزها فعلا؟ كده انا متاكده الورقه دي مزوره. امال هي ازاي خرجت؟ مؤقتا لحد نتيجه الطب الشرعي، وانا عارفه ان كلامي هيطلع صح.
بس كل الشواهد بتقول انه مات بقرص فياجرا، ايه ردك؟ كد، ده كلام فارغ عشان يشوهوا صورته. خش قدامي. الحمد لله على السلامة. كده برضو يا غازي؟ كده تسيبنا؟ شفت ايه اللي جرالنا؟ تينا، في ايه؟ في يا عمر، انا عاوز اطمن. اطمن عليا يا غازي؟ اعتقد دي حاجة تخصنا احنا بس. بس الحاجة دي الناس كلها عرفتها، واللي حصل مش سهل انه يتدارى. ده الخبر مالي النت. نت؟ يا دي الفضيعة. ده المستشفى كلها بتتكلم، وانا اول ما عرفت جيت على هنا على طول. بس هو الموضوع ده حصل ازاي؟ والله ما نعرف حاجة. تينا! مش عايز اسمع ولا كلمة في الموضوع ده. ما بيقولك الموضوع نزل على النت واتفضحنا في كل حتة يا عمر. ما تقلقش يا عمر، انا عندي محامي كويس. غازي، سبق وقلت لك قبل كده مالكش دعوه، علشان دي حاجه تخصنا احنا وبس. انا اسف يا عمر، كنت فاكر نفسي واحد منكم. عن اذنكم. غازي، غازي، في ايه يا عمر؟ غازي ما غلطش. ما تفوقي بقى وتشيلي الغشاوه دي من على عينيكي. ده بيتشافى فينا مش بيواسينا. بيتشافى فينا؟ ليه؟ ماله غازي ومال اللي حصل؟ روحي اساليه. روحي اساليه وعرف منين. والخبر اللي اتسرب على النت ده مين اللي سربه؟ والصحفيين اللي جم مين اللي بعتهم؟ والتليفون اللي جال ده مين اللي عمله؟ وتفكري كده في كل ده. يمكن تفوقي وتفهمي. يا عمر، قد كده انت بتكره غازي؟ بكره غازي؟ انا بكره غازي. انزل بقى اخويا. امسك يا ابني مني المكن. حطيت؟ لا بس خلاص. بس تعال اخويا. هاو ار يو بيبي؟ بيبي؟ ايه بيبي دي؟ بيقول لك يعني زي الحال يعني. الله يسلمك اخو. انت وهو انت تشتغلي هنا بوابه؟ ايه تشتغلي دي يا جدع انت؟ اهي انا مغاوري راجل. اسمع اشتغل يا عم. تشتغل ولا تشتغل يا كلها بباب بتتفتح وتتقفل. على فكره انا بشبع عليك يا جدع انت. انا شفتك قبل كده. والله شفتك قبل كده. شفتك فين؟ هنا؟ مين انا؟ ايوه انا متاكد. بص اللي يدخل في دماغ مغاوري لا يمكن ينساه تاني ابدا. شفتك بالجل ده واللبس ده؟ لا دي التاني كان مرحله اولى. ايه مرحلة أولى ومرحلة ثانية؟ ده مترو الأنفاق ده ولا ايه؟ فلانك قوم ربص. جيف هيم سيجرت. طيب يا سيدي ياخد عدوين. متشكرين كمان. ويلع ايه؟ احبس بقى كوباية الشاي اللطيفة اللي انت كنت بتعملها دي. دي لسه ربنا يخليك. قول لنا ست غزال فين؟ مرات الأستاذ حافظ. أصل احنا يعني مالهاش غيرنا، احنا عيلتها وقلبنا كده متوغش عليها، بقى لها فترة مختفية، فاحنا ندخل على طول نطمن عليها. لا تعالى هنا، رايح فين؟ هو عم غاوري بس القصد من الكلام ده ان احنا عايزين نطمن عليها مش أكتر يعني. طب طالما عايزين تطمنوا وانتوا أهلها يعني كلام في سركوا، الست الكبيرة طردتهم. طردتهم؟ ايوه. فلانك قوم ربص. خد منه السيجارة. ليه كده؟ ما تعرفش راحوا فين؟ لا والله يا سيدنا الله اعلم، بس اللي انا اعرفه ان الدكتور عمر لا يمكن يستغنى عن عمه صحافظ ابدا الا لازم ان يرجع. شكرا اخويا. العفو يا حبيبي. ما تقعدش ابو حاجه، تعشى ابو تي. ثانك يو بيبي. فلانك قوم ربص. ترجم له انا قلت ايه وادي له سيجاره تاني. بيبي؟ ايه بيبي دي؟ بيقول لك يعني مبسوطين بمعرفتك يعني. الله يخليك يا اخويا، مع الف بيبي. مين دول؟ ايه اللي انت بتقوليه ده انت كمان؟ من فضلك يا غازي رد عليا. انت ليك يد في اي حاجه من اللي بتحصل دي؟ وانا مالي انا بكل ده؟ انت عايزه تشايليني انا بلاوي اختك وخيبه اخوكي؟ من فضلك ما تتكلمش عنهم بالطريقه دي. خلاص يا ستي ما غلطناش في البخاري. لا استنى، انت هتسيبني وتنام؟ احنا لسه ما خلصناش كلام. تينا مالك يا حبيبتي؟ انت مشكله اختك مقصره عليكي قوي كده؟ معلش انا عارف انها مشكله كبيره، بس انت برضو مش صغيره.
أقصد يعني إنك ست عاقلة وناضجة وتعرفي تقدري الأمور. أنا خلاص بقيت متلخبطة على الآخر، مش فاهمة إيه اللي بيحصل حواليا. عشان طيبة وقلبك أبيض، ملوش لا في كره ولا حقد. ضيعت عمرك عليهم لغاية ما تحولت تضحيتك دي لحق مكتسب. بقى مش من حقك بقى إنك تعيشي وتحبي وتتجوزي. عرفتي عمر بيكرهني ليه؟ أنا بحبك يا دينا، مستعد أحارب الكل عشانك. ما انت لسه بتحبيه، ليش بتعندي روحك؟ انا لا بحب ولا بعاند، انا كده كويسة يا ابوي. يا بنتي انت ما دقتيش طعم النوم، ايش كان فيها لو كنا جبناه وتحدثنا معاه وصححنا الصورة اللي فهمها غلط؟ وحياتك يا ابوي، مش عاوز اتكلم في الحكاية دي تاني. عايز ألم اللي باقي مني، كفاية قوي اللي انكسر وباص. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لمار يا بنتي، الحب كيف الشمس، تعنديها تحرقك، تهوديها تدفيك. سلم يا بنتي، ما تخليش كبريائك يتحسك. حبي ايه بقى يا شيخ عرفان؟ سلمى عشرة عمري، وشفت ايش سوت فيا ومتى ابن عمي بيحبني، وشفت اذاني قد ايه حتى عمر كنت فاكراه بيحبني. وقفتك في الشباك هي اللي هتداويكي؟ اديني قاعده ببص على الدنيا من بره، يمكن اشوف اللي ما شفتوش. أنا آسفة، أنا عارفة إن أي كلام دلوقتي مش هيبقى لي معنى، بس والله العظيم ما كنتش أعرف إن كل ده هيحصل. أنت عارفة أنت عملتي إيه؟
عارفة. لا ما انتيش عارفة، ما انتيش عارفة، عشان انتي لو عارفة ما كنتيش عملتي. انا طول عمري كنت بتحارب ولسه بتحارب وهفضل اتحارب، وشفت مصايب قد كده، انما عمري عمري ما في حاجة كسرت دي. جيتي انتي، انتي وكسرتيني. انا كنت تايهة، كنتش عارفة انا بعمل ايه، غلبني شطاني، كنت بدور على اي حاجة تعوضني اللي ناقصني. ناقصك؟ وانتي كان ناقصك ايه؟ ناقصني اب يحميني وياخدني في حضنه، طبطب عليا، يبقى ظهري. انت صحيح ما كنتش حارمني من حاجة، احلى لبس واحلى عيشة وفلوس، بس انا كنت عايز اب. انت ما قدرتش تعوضني الاحساس ده، ما كنتش فضيلي. ولما ابتديت تحس بيا كنت انا خلاص اتعكيت في السكة اللي انا ماشية فيها. كنت قوليلي، كنت قوليلي، انت خدي حقك مني بدل ما ترمي نفسك الرمية دي. انا كنت تايهة وكنتش شايفة، زي ما يكون مسحورة ولا معمول لي عمل. انا كنت بلطش. تعرف انت عملتي ايه؟ انت حرمتيني من اليوم اللي عشت عمري كله بستناه. كان نفسي دي دي البسك فستان الفرح والطرح، كان نفسي اخدك في دراعي واسلمك العريسة، كان نفسي افرح بيكي وانا اتدمع وانا شايفك كبرتي وبقيتي عروسة. جيت انتي في لحظة طيش ومسحتي كل ده. عرفتي انتي عملتي فيا ايه؟ يا مدام نفسي وانا باخد السكينه، وما فوقتش لما شفت الدم مغرق ايدي، لقيت روحي بتروح مني. مش عارفه ايه اللي حصل بعد كده. عمر الانتحار ما كان حل لاي ازمه. انتي بتعاقبي روحك، بتعذبيها، محملاها ذنب كل اللي حصل، مع ان مفيش حد اتاذى غيرك. احساس بموت مرعب، مش منه لما قربت له. حسيت نفسي مقسومة اتنين، نص ميتة ونص خايفة. ليه كده بس يا صفو؟ انت رجعتينا كتير قوي لورا، بعد ما كنا خلاص قربنا. احساس الموت مرعب. انسي الموت خالص، انت دلوقتي عايشة وربنا نجاكي. نص ميتة ونص خايفة. ارتاحي يا صفو، ارتاحي، وانا شوية كده وهعدي عليكي تاني. بطلي تفكير، ما تفكريش في أي حاجة. إحساس الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. يا دكتور الناس بره ابتدت تزهق وانا ما بقتش عارفه اقول لهم ايه. الغي كل الحجوزات يا هنا مش قادر اشتغل. مالك يا دكتور انا عمر ما شفت حضرتك كده. وبطلي رغي بقى يا حنان قلت الغي الحجوزات وخلاص. حاضر انا اسفه. حنان تحت امرك يا دكتور. معلش يا بنتي ما تزعليش مني انا بس متعصب شوية مش في حالتي الطبيعية. أنا عمري ما زعل من حضرتك أبدا. طيب روحي اعتذري للناس. حاضر بس إيه تاني؟ في واحد بره مستنيك وعايزك ضروري. هو يكون الراجل بتاع خدمة الصغيرة أحط في الكبيرة ده؟ لا 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 مش هو واحد تاني خالص. قال شو عايز إيه؟ قال لي إن هو عايزك في موضوع شخصي. أمرك. مساء الخير يا دكتور. انت اللي جابك هنا يالا؟ انا مش هطلع بره بدل ما اتجنن واقتلك. عندك حق تعمل اي حاجة بس انا برجوك تسمعني. اسمع يا يالا مش غور من هنا يلا. قبل ما تنفعل وتعمل اي حاجة انا جاي اعترف لك بالحقيقة. حقيقتي اسمعني الاول بعد كده اعمل كل حاجة انت عايزها صدقني مش هتندم. غازي استنى يا غازي هتمشي وتسيبنا في الظروف السودة اللي احنا فيها دي؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا تينا؟ على الاقل تيجي معانا عشان اخوك يطردني قدام الناس. مش كفايه اللي حصل هنا؟ انت عايزانا نعيده تاني؟ انا عايزاك تكون جنبي. انا مرعوبه قوي على سما. طب ما انت معاكي اخوكي وعمك يعني ما انتيش لوحدك. بعدين انت خايفه قوي كده ليه؟ كل الحكايه كلمتين وهترجعوا على طول. بعدين ما كلنا عارفين يعني الراجل مات ازاي وفضحته بقت بجلاجل. فضايح ايه؟ دول كانوا متجوزين. طب وحد قال غير كده؟ بس اكيد يعني خد له حبايه تقيله شويه جابت اجله. انت اصلك يا روحي ما بتقريش اللي بيتكتب. ايه ده ايه ده ايه ده الكلام اللي انت بتقوله ده يا غازي؟ انا عاوز اطمنك يا روحي مفيش واحده بتتحبس عشان جوزها مات بحبايه. اطمني بقى. يلا انا لازم اروح اشوف شغلي. باي باي. ما تخافيش يا ستي ان شاء الله هترجعوا مجبورين الخاطر باذن الله. ان شاء الله. خش شوفيها خلصت ولا لسه. حاضر. يلا يا اخوانا بتعملوا ايه عندكم كده هنتاخر. انا جاهزه. يلا
يلا اما نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. هو عمر يلا فيه. وعمر كمان اهو. ما تخليك انت يا دينا، كفايه عم حافظ معانا. تفتكر هيجي لي قلب اسيب اختك في ظروف زي دي؟ يلا ريحك عمر. انا خايفه. يلا بقى لحسن كده هنتأخر. يلا ربنا معانا. كان في حد تاني معاكم في الشقة يا مدام سما؟ حد؟ حد مين؟ لا ما كانش في حد. هو في ايه بالظبط يا فندم؟ تقرير الطب الشرعي أثبت إن سبب الوفاة تسمم نتيجة أكلة سمك ملوث بسم فران. إيه؟ أنا كنت متأكدة يا فندم من كده. أنا قلت كده برضو. الحمد لله ربنا ظهر الحق. اسكتي من فضلك اسكتي. تسمم إيه يا فندم بسم فران إيه؟ أكيد في حاجة غلط. للأسف يا دكتور التقرير واضح. مفيش قدامي غير توجيه الاتهام لمدام سما بقتل جوزها مع سبق الإصرار. تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. يا فتاح يا عليم تقل الحساب القديم. يا فتاح يا عليم تقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوب سليم. اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة سامحه وفوتله خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. اللي يحبك حبه وسامحه. حبه وسامحه وفوتله خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله. والمسامح كريم. الحساب القديم. يا فتاح يا عليم تقل الحساب القديم. صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم.